حلفيتي يا رولا عندت حبيبتي انت. حبيبتي عندت انت بتتذكريني بكل الاوقات. امبارح من امبارح عم رن لك عم رن لك من حلفيتي. شغلتي لي بالي بتعرفي شو جاي مثل الخوطه 20 تليفون عم بدقي لي. انا زعلانه منك اصلا، بتعرفي انه ما كان بدي اجي اليوم؟ ليه؟ ما انا كنت كل الوقت عم جرب رن لك، عم جرب رن لك كل الوقت لانه ما بتعرفي شو صار بي امبارح. انا امبارح بعد السهره شو صار؟ مش على اساس بس توصل على البيت تدقي لي؟ ايه ما هون الموضوع يا رولا، هون الموضوع. بس نحن كنا امبارح سهرانين. بلا كنا سهرانين بالسهره صبايا حلوين مثل القمر، كلنا تحت نصيبنا مظبوط، قاعدين عم نرقص ومبسوطين مثل كل واحد سرب على بيته. مع اساس بدك تدقي لي حضرتي. رحت انا بالسياره بكير، كانت شو ساعه، الساعه 3 كانت بعدها. انا ورايحة بالسياره هيك وإن بضيع بالطريق، ما بعرف شو صار، خبطت على رضا لزميلي، ضيعت هيك عم بتفوت بالطريق، فتت بالطريق بطلت اعرف هلا انا وين. طلعت هيك حوالي طريق مسكر ديد اند مسكره، قلت يي صهيدا بدي ركب اريال والا سزاي. شو؟ ثلاث موتوسيكلات، ثلاث سبابة عليهم، كل موتوسيكل على سام يا قربوا هيك. رحت شو بدي اعمل؟ انا وعم فكر يعني انت بدي فكر، بيقوم بنط هيدا تبع الموتوسيكل من هون على اليمين بيسرق الساق، صك في غرائي وسلوليري وكل اغراضي تراهم. دغري انا قلت فكر يا زميلي فكر، سكرت كل السبابيك وسكرت السياره وهيك قعدت هيك بنك عم بحرق بحرق عم بحرق بخيفيني. طب اكيد طلعت هيك يا ولي لسه بدهم يعملوا فيا ولسه بدي اعمل فيني. طلعت هيك يوم كذي واحد كذي واحد من هيدي الميل. انا هيك قاعده هيك دق على الشباك، انا اكيد ما حافتح له بعد عم تعمل طلع البيل وضبوا علي هيك. انت انا طلعت شو صار؟ بتطلع في هيك هيك وانا مبنكي وخايفيني اختفوا قبعوا بالركيد. بس شايفك قبع بالركيد؟ صار يركضوا، طلعت هيك بالروتروفيزور لقيت الواحد ورا الثاني واحد ورا الثاني قربوا. بعدني لهلا مستغربه انه كيف هيك دغري. ما عادة يعني انا ما بحب الاغتصاب يعني ولا الاعتداء ولا شيء بس انه على القليل كنزه بوسي او سي بالمره هربوا. مستغربه ليه هربوا يا اختي؟ هربوا لانهم هول بيكونوا بلا نظر بلا مخ. لا بتعرفي ليه هربوا؟ ليه؟ لان الدنيا كلها وصايد يا رولا، انت حبيبتي وبتعرفي الدنيا كلها وصايد. حتى بهاي في وصايد؟ ايه مغوره.